بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. من أعظم الصفات اللي مدح بيها رب العالمين سبحانه وتعالى العباد الصالحين، عباد الرحمن، هذه الصفات اللي وصفهم بها في خواتيم سورة الفرقان. ومن هذه الصفات إن هم بيتوجهون بالدعاء سائلين ربهم سبحانه وتعالى بمجموعة من الدعوات والطلبات والسؤال. ومن أهم تلك الدعوات تضرع عباد الله الصالحين لخالقهم سبحانه وتعالى بأن يصرف عنهم عذاب جهنم، حيث قال تعالى مادحا لهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهاتان الآيتان يظهر منهما أن عباد الرحمن يستعيذون بربهم من نار جهنم، وهم يعني ملازمين لهذا الدعاء، يتضرعون به إلى ربهم لينجيهم من نار جهنم. بل وتستشعر من تعبير الآية إنه بيرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا. إن عذابها كان غراما، أي هلاكا ملازما للمعذبين به لا يتحول عنه، لأنه بيكون دائم ملازم ليهم لا يفارق أهل النار. فده اللي بيخلي يجعل هناك شعور بمروع مخيف شنيع، إنه يا رب نجينا من عذاب جهنم، ذلك العذاب اللي أهله بيكونوا مقيمين فيه ملازمين له، وفي حد ذاته ده شيء مخيف. كما يستعيذ عباد الرحمن يعني من النار لأنها ساءت مستقرا ومقاما. وهو هل يعني هل هناك أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم؟ أو أين هذا الاستقرار وهي النار؟ أين المقام وهو في ذلك الحال تقلب على لهيبها ليل نهار؟ فبئس موضع الإقامة والاستقرار. لذا يعني لهجت ألسنتهم بالدعاء لربهم، وامتدح الله تعالى عبادتهم وتضرعهم إليه بقولهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والعجيب إن عباد الرحمن ما رأوا جهنم، عباد الرحمن ما رأوا جهنم، لكنهم آمنوا بوجودها وتجسدت صورتها مما في أعينهم وفي أذهانهم، نصب أعينهم من خلال ما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالتالي وهم بيدعوا هم ما شافوش جهنم بعينيهم، لكنهم صدقوا بوجودها، بأن كما أن الجنة حق النار حق أيضا، صدقوا بذلك مما أخبرهم به الوحي الشريف، فدعوا ربهم بأن ينجيهم منها ومن هذا الموضع والمقام، فبئس ذلك المقام. وهذا الخوف من جهنم كان ثمرة الإيمان العميق، لأنهم آمنوا وصدقوا بالله الواحد الأحد، وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فآمنوا مصدقين بما جاء به الوحي الشريف. فثمرة الإيمان العميق الدعوة إلى الله تعالى بأن يصرف عذاب جهنم عنه. وفي نفس الوقت ده دليل على يقظة قلوبهم وعدم غفلتهم. وثمرة التصديق، كل ده من ثمرات التصديق بما أخبر به الوحي الشريف.
وعباد الرحمن كذلك يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخضوع وخشوع دائم لا ينقطع، بإن رب العالمين سبحانه وتعالى يصرف عنهم عذاب جهنم. وديمومة الحال بتاعهم ده في الدعاء وفي العبادة واضحة، وبيعبر عنها الفعل المضارع، يعني من لطائف التعبير القرآني هنا في وصف حال دعاء عباد الرحمن التعبير بالفعل المضارع اللي بيدل على الديمومة والاستمرار. والذين يقولون، يقولون ده فعل مضارع، ده بيدل على كثرة سؤال عباد الله الصالحين وكثرة تضرعهم بهذا الدعاء ومداومتهم عليه. يبقى الإنسان المؤمن دائم الصلة بمولاه، دائم العبادة لا ينقطع عنها، ومنها الدعاء بصرف عذاب جهنم عننا. ولما القرآن يأتينا بأوصاف عباد الرحمن وبأن الله تعالى امتدحهم وامتدح فعلهم عشان يوجهنا ويعلمنا بأحوال الصالحين الأتقياء أهل الله اللي على طول في حذر في تقوى، يجعلون بينهم وبين غضب الله وقاية، يدعون ربهم متضرعين خاشعين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. ويدل كمان دعاء عباد الرحمن على إنهم برغم من الآيات وصفت إنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، ياه ده في حال عبادة كمان، مش حال دعاء بس، والدعاء عبادة، وأحوالهم بين السجود والقيام مش هي بس اللي بتطمنهم، يعني بيدل على أنهم لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، لأنهم يستقلون عملهم وعبادتي، هم شايفين أن العمل ده قليل والعبادة اللي بيتوجهوا بها إلى الله شايفينها شيء قليل جدا، فبيضيفون إلى كونهم يبيتون إلى ربهم سجدا وقياما أنهم يدعونه دائما أبدا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بل لا يرون كذلك في كثرة عبادتهم دي، مش بقى شايف نفسه أنه بيقوم الليل وبيصلي وبيسجد وبيقوم على طول وبيقرأ القرآن، لا، هو عباد الرحمن بيستقلوا، وهذه العبادات شايفين أنها شيء صغير بالنسبة لما يجب أن يقوموا به، ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار إن لم يتداركهم المولى سبحانه وتعالى بفضله وعفوه ورحمته فيصرف عنهم عذاب جهنم. لذلك فإن الاستعانة بالله تعالى على كل شيء أمر مطلوب، ومن ذلك الاستعاذة من نار جهنم والالتجاء إلى الله تعالى لأجل النجاة من نار جهنم. لذلك ده كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دوما يستعيذ بالله من نار جهنم، وهو يعلم الصحابة وبيعلم أمته كمان من بعده، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من نار جهنم في مواطن، يعني ورد كتير من المواطن والمواضع الكثيرة اللي جاءت فيها استعادة حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من نار جهنم. ومن أهمها ما جاء عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. وفي رواية أخرى في الصحيح إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه كثير من الدعوات، منها مهمة: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. حتى إنه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا الدعاء ده له تتمة، لكن إن إحنا هنا محل الشاهد، وسيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يعني يعلم أصحابه الكرام هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وإحنا أتينا بمقطع من هذا الدعاء الطويل. فكان صلى الله عليه وسلم
في هذا الدعاء يستعيذ من فتنة النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. والمراد بالفتنة هنا يعني الفتن التي تؤدي إلى دخولنا النار، والنبي بيعلمنا صلى الله عليه وسلم، وقد وجه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعيذوا من النار بعد الانتهاء من قراءة التشهد في الصلوات. يعني لما تخلص التشهد الأخير في الصلاة، ورد من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. خلصت أنا التشهد وأنا في الجلسة بتاعتي كده، خلصت التشهد بتاعي قبل ما أسلم، النبي قال نستعيذ ونسأل الله سبحانه من هذه الأربع اللي النبي بيعلمنا إياها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتعوذ بالله من هذه الأربع، وانت في جلوسك بعد ما تخلص التشهد تقول بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يفعله هؤلاء الصالحون من عباد الرحمن كما ذكرتهم الآية الكريمة، وفي وصفهم كمان، وصف هؤلاء أهل الصلاح، الحال اللي عليه ده، الحال اللي هم عليه هو أدب الأنبياء والمرسلين وتوجيهات خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا كمان من الصالحين من هذه الأمة إن الاستعاذة من النار كما تكون بالأقوال فإنها تكون بالأفعال. أخلي بالي من الأشياء اللي تكون حجاب لي عن الجنة وتلقي بي في النار. فالإنسان يعني يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيراقبه في أقواله وأفعاله، كما يدعوه بأن يصرف عنه عذاب جهنم، عليه كذلك أن يباعد بينه وبين التصرفات التي تجعله من أهل جهنم. كان عباد الله الصالحين والسلف الصالح من الأمة بيستعينوا في طلبهم هذا بالصلاة والقيام، قيام الليل وأنواع الطاعات من خدمة البشرية، إعانة الناس، إغاثة الملهوف، السعي في قضاء حوائج الناس مع العبادات والطاعات، وكلها طاعات إذا قصد الإنسان بها وجه مولاه. وتعالوا شوفوا من السلف الصالح، جت أخبار كثيرة تدل على هذا الأمر. أهم هذه الأخبار ما ورد إن سيدنا شداد بن أوس وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه كان إذا أوى إلى فراشه، شوفوا القرآن كان معاهم على طول، مش هما بيقروه بس، لا ده كان معاهم من كتر ما عقلهم وقلبهم يتدبر معاني القرآن. شوفوا سيدنا شداد بن أوس كان إذا أوى إلى فراشه يظل قلقا في فراشه ولا يستطيع أن ينام ويقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم إلى مصلاه، يعني أي أن مخافته من النار تجعله يجتهد في الطاعة والعبادة على رجاء النجاة من عذابها. فهذا هو حال الصالحين من هذه الأمة، وهذا هو حال الصالحين، لأنهم قد فهموا أن الفوز والسعادة تكون بالنجاة من النار، فانشغلوا بالحال والمقام بهذا الأمر وجعلوه مطلوبا دائما يبذلون فيه كل غال ونفيس، ولم لا، وقد عاشوا وفهموا وتدبروا قول ربهم سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم.